السلام عليكم. السلام حسين. جلسنا معك. عايز حياة ينول ول. سلام. السلام ورحمة الله. والذين يا أختي لاباس. صباح الحمد لله ان الشرف نشوفه. مرحبا زعما الشرف ليا. الله يحفظك أختي. كي داير أمك مزيان أختي لاباس. الحمد لله. الله يكبر بيك. عام وأنا تنمشي وتنجي تنوصل حتى الباب. الله أكبر. وتيوقع لي يوقع لي شي حاجة إما لمواعيدنا محبوسين يا إما هاتي كنمشي كنجي المرة الأخيرة جيت وقلت غندير الحزامة جيت ودخلت عند أسماء ديك الساعة فقط كانت فوق أسماء الزوجة ديالي دخلت قالت لي عتي عييت دابا سبحان الله جات سوقيتي قالت لي أنا عييت وهذا قلت لها صافي تنقدر حتى نرجع عاود رجعت ما جاتش عاود رجعت خير إن شاء الله خير إن شاء الله شنو المشكل اللي عندي مشكل ديجا أنا عندي مشكلة من الصغر مع الحصص اللي نتابع معاك هذوك الشيء فهمت بزاف د الحوايج نعاود ولا احكي نحكي فوالا عندي مشكل من الصغر كان عندي سمعت واحد السيده مؤخرا كتعاود لك على الريحه ديال المجاري كنت كنمشي من كنت صغيره كانت عندي شي 6 سنين كانت عندي واحد الهونغار كاينه في الحضانه كبيره كنطل كان واحد التقبه منه وكنطل تعجبني داك الريحه وداك داك داكشي اللي كيدور مكركراش نمشي ونعوم فيه تعوم في المجاري وفي قادوس وفي داك السواد الخنز عشان نقولك الريحه كتعجبني كتطلع معايا واحد الريحه رائعه بالنسبه لديك داك الصغر ديالي و تنكون غادية من كتكون شي مجرى و داكشي تنبقى حدا تطلع معايا ديك الريحة تنبقى واقفة و عارفة أن راه شو موهب فهمت فوالا و كان عندي مشكلة ديال سميتو معرفش اسمي يمكن نقولها تعدي ماشي حدي في الليل كنت الناس كنت صغيرة و الناس تنبقى حوايجي محيدين نزع الثياب اثناء النوم كنلقى راسي وماشي في بلاصتي مثلا انا نعس هنا كنلقى راسي في بلاصه واحد اخرى ومحيد لي السروال ديالي وكانت حتى الرمله كنت كناكل الرمله هادشي في الصغر تحرقت حرقه خايبه كان عندي الحسد كان عندي الشعر ديالي كثير شنو يتحرق لك نص كامل نص ثاني كنت مشيت للحمام ما فهمتش انايا الماء طايب خويته عليا نصي كامل ربع شهور وانا نعسه في الفراش العمليات ديال الجراحه دايره ديال شي 4 د العمليات طحت كنت غير كندايزه مع هكا مع البنات وداك الشيء طحت دارت لي هاد لابارتي هادشي اللي كنحاول القراية ما كنتش غنشوف كنشوفش نهائيا عندي العمى على عيني وما كنتش نقدر نقول للوالدة ديالي بأنني أنا ما كنشوفش صافي بقيت متابعة على ديك القراية والأستاذ تيضربني وهذا ولكن تيقولي علاش ما زعما تقلقنيش أنا حيت ما كنتش نشوف فوالا هادشي ديال الصغر موراها المعاناة ديال الطن كنت كنبغي الطن غامة عند بحال كنت نحس براسي وراني انني واحد النهار غيجي خصني نمشي بحالي كنت نحس لا الوليدة ديالي كنحس بيها لا دايما كنحلم على انني عندي شي الحلم ديالي خصني نحلم بانني شي وحدة اخرى كنقول لها ماما زعما ماشي الوليدة ديالي المهم جات الوقيتة لأنني نخرج من الدار خرجت تقريبا عندي 16 عام خرجت من الدار جات أختي كانت رغبة الوليدة ديالي وداكشي باش نخرج من الدار علاش خرجتي؟ باش نجلس معاها زعما باش نمشي نخدم علاش خرجتي من الدار في سن 16 سنة؟ باش زعما نمشي نخدم
خصني نخرج من الدار. انا كنت كنرغب اختي بالاخر نخرج نمشي من اجل بحث العمل. نخرج المهم خرجت مشيت مع اختي مشيت مع تعمل دارها هي وليداتها وراجلها هكا خرجت من تمايا مشيت عندها دابس مع راجلها مشيت دابس هو ما بغانيش لا بغا لا ديما تبقاش عندنا مشيت عند اختي الاخرى كانت شي حاجة بشي هذاك المهم اختي الاخرى خرجتني قلت لي بغا لا ما يقوليش نستر المشاكل داكشي خرجت كريت بيت مع الجيران معاناة هادي من بعد المهم بغيت نقول لك المراحل كيفاش المهم بلا واحد المعاناة دازت واحد الفترة ماشي زوينة قلت صافي خصني نستقر ونتزوج تزوجت نهار العرس ديالي اللي خطرات لي فرضت على الوالدة ديالي بأنني خصني غادا طرطق ليا بيضة فوق من راسي أمها غديرها تحت من رجليها العرس ديالي المهم ما فهمتش هاد العرس كعادة ديالهم هاكا هاكا بيضة فوق راسك خضرا شي حاجة مديرة في الزيف بيض قالت لها فوالا هادي خصها طرطق ليها فوق راسي طرطقات لي فوق راسي هي صدمت على برجلها مش من عادات ما نعرف صافي ما عادت صدمت برجلها قبل ما تحطها فوق راسك ولا لا قبل حطت فوق راسك اول دارت تحيدت من فوق راسي تحطت فوق وضربت عليها رسة يعني دوك ساعك راسك حطاتها رسات لي فوق راسي حطاتها هي فوق وفتحت لي رجليها هادي بعدا اللي كنعاود لي نأثر فيهم صافي وحياتي بدات من تما يا جحيم في جحيم كنقولش جحيم في جحيم لأن كمان كنا كرينا أنا ورجلي بدينا الحياة من موراها بدات كيجيني واحد الضيق مورا ستة دالعشية كنحس بواحد الضيق ضيقة الصدر كتجيني بحال القنطة بحال الطجة بحال هذاك مورا الزواج زعما فترة الزواج بدات المعاناة خدمنا خدمت راه لي خدام كنتعاونو على المصاريف وهذا جات البنت ولدت بنت جلس من الخدمة بدات المعاناة دارهم تيقولوا له لا ما خصكش تبقى كاري وهذا خصك تجيبها لنا خصك هو قال لي فوالا حنا نمشيو حيت عندنا البنت دابا غنمشيو لدارنا نقلبوا على بيت حنا كان عندنا بيت وصالون وكوزينة قال لي فوالا خصنا بيت زايد على ود البنوتة صافي مشينا الى مشينا قلنا اوكي نجي هكا مشينا عند دار ناس زعما راه صافي بدات الحياة حياة الجاحين قابلت معاناة كثير في دارهم لا درجة انا اللي كنقول له مثلا بغيت نشري شي توب جلابة خصني هذا لا غد ليه هي اللي كتجيبو خصو كتجيبو تجيب مثلا اكفس حاجة تقول واو كاين واحد توب هذا وتيقول لا كاين علاش غنمشيو هذا نشريو هادشي يعني تنقول محاولين نوضح لك الفكرة بغيت تشهيت شي حاجة خصها تفرض عليا بالطريقة اللي بغاهم بغات هي صافي هي مزوجة مزوجة هذا هو المشكل أن هي كانت مخطوبة في هذاك الوقت اللي أنا كنت غنتزوج فيها أنا ما عارفاش هذيك الساعة ما كنعرفهم جوايا جا ملي جات العرس كلشي لابس تكاشطو داكشي هي ما لبساتش تكشيطة جاية زعما لابسة حوايجها عاديين يعني فيست و جيبة عادية تا هذيك الفرحة ديال أن العرس ديال خوها
ما فرحتهاش وما بغاتهاش، رفضاتها. ومن مورها بدات كتاخد بحالها كتاخد واش كتاخد الدور ديالو، ولا كتحاول تنزع مني داك داكشي بيني وبينك، تتدخل ما بيننا، تتدخل حتى في الحولي. عمرنا من نهار اللي زعما تزوجنا عمرنا شي عيد كبير ما كان زوين. شحال عام؟ تزوج فيه 99، 17 عام ديال الزواج. طلق دابا شي 6 سنين، 2016 طلقت. درت شي استفراغ، انا دابا تقريبا عامين وانا علاش طلقتي؟ طلقت لانني ما بقيتش قادره نصبر، لان قبل ما نطلق كنت صابره يعني، واخا المرض داش انا ما بقيتش نقدر نوض. تنمشي تنكون طيب الغدا بحال هكا، تنكون نقي في الخضره، الموس ديالي تيتهز وكيبقى يخبط في لاباو. شو في لاباو؟ انا مابقيتش كنقدر نسيطر على اعصابي، فقدت الاعصاب ديالي، وليت كنبغي الظلام، كنبغيش الناس، ما كنبغيش الصوت ديالها ما نسمعوش، الا سمعتو انا بنتي كانت عندها 4 سنين، وولدي باقي على عنده شي عام. صيفطت بنتي سخرت لها خرجي، انا ما عرفتش واش بشعري، قلت لها سيري الحانوت وجيبي لي زيتوار، والا ما لقيتي الزيتوار ما تدخليش عندي ما ترجعيش. بنتي عندها 4 سنين، مشات تقلب على زيتوار وما لقاتوش، ودخلات وشت ما بغاش يعطيو لها حتي صغيره. انا ما فكرتش هادشي نهائي، ومشيت عند بابا على الحانوت، قلت له بابا راه ماما قالت لي خصني نجيب، خصني نجيبو ضروري. ورجع عارفني، عارفني ديك الساعة في حالة اكتئاب، عارفني في أي ساعة نقدر نقتل راسي. حيت تقريبا مورا ما ولدت الولد، ديك الساعة اللي ولدت أنا الولد تمي فن كليت شي حاجة ماشي هي، حيت ملي كنت في نفس المقدرة شنو كانت الوالدة هي اللي زعما معايا، كانت مكتخليهاش طيب، تتقول أنا نطيب، لا أنا فعلا نوريك أشيخ شنو كنت استفرغ. شنو هذا؟ شعر؟ مش دم، دم أسود، دم أسود إلا تم. هادشي وكانت كلشي من الفوق، وكنعرفش راسي مالي. رجعت تنقول لك ديك القتال اللي انا كنهز، بقيت كنقدر نسيطر على اعصابي، خصني عندي جوج وليدات، خصني نجلس ونصبر، بقيت ما عنديش ما نمشي، بقى لازم نبغي نمشي فين نمشي، ما كاينش فين، خصني نصبر. وحيد أنني نتقطع على بليداتي نخدم عليهم ونقبلهم وصابري. شنو تعمل؟ في عمري 43 داهية. بنتي دابا المهم صبرت، قلت معليش ماشي مشكل، ما عنديش اختيار. كنسمع ولادي، ولادي ديك الساعة كانوا باقيين صغار. واحد النهار فقدت السيطرة، صافي فقدت السيطرة بديك ديك الحالة اللي كتجيني ديال الموس، صافي تيبان لي كان خصني نضرب بيا، بسميتو كنخالف الموس هنا وانا كنضربي بحال هكا، عرفت راسي شي حاجة ماشي هي. زيت بنتي كانت عندها ديك الساعة شي 10 سنين، ومشيت للسبيطار كنقول لهم انا في شي حاله ماشي هي هذيك، خصني دكولي لي برا. ملي دكولي لي برا مبقيتش نقدر، مورا
تكالمي صافي ديك تكالمي هي اللي بقيت فيها، بقيت نقدر نتحرك تنشوف ولادي. جا راجلي تنقول له شوف انا وصلت لواحد الحاله ما تنقدرش نتحرك، خصني نمشي لدارنا. قال لي لا ما غاتمشيش. قلت له خصني نمشي لان انا مرات. دازت واحد الفترة اليوم كنت نشوف راسي غدا كنتدهور حالتي. مشيت عند هزيت صاكي مشيت عند خليت ولادي مشيت لأن مبقيت أنا مكيناش مقدرتش نتاع على راسي. مشيت عند أختي عشت مع شافتني أختي هكاك فوالا قالت لي هادي شي حاجة ماشي تابين. داتني للطبيب تقريبا شهرين وأنا نعسة متنعرفش الليل ونهار نهائيا لا ليل لا نهار. خوتي تنسمعها ما في الكفل فودني تيقولوا اه مسكينه كانت كتحب لي. واش كنقول انا واش انا ميته ولا حيه؟ ما كنعرفش. ملي كنبغي نوض طوالت واحد من هنا واحد من هنا تيشدوني وتيديوني ما كنعرفش. ولادي كيجيو الصبت الحد ما كنشوفهمش ما كنبغيهمش وما كنبغيش يشوفوني في ديك الحاله. من تما تقسمت بنتي وين بقيت شهرين. شهر ثالث بديت كنتم شويه تنديروا لكن راسي ما كي كي كيخصني دائما اللي يهز لي راسي باش نقدر نقاوم. تنهز صعيب باش نمشي هادشي يخرج صعيب. المهم جيت عند اختي جلست معاها مسكينه كبلاتني ولا بناتها حتى هما كبلوني تيجي ولادي ما تنبغيش نشوف حتى كي كنسمعهم دابا على عيني ما كنشوفهمش تنسمع هي البكا كيبكيو عليا وصافي مسكينه لكن مالي انا ما عارف اش كنسيب هاد. المهم دازت ديك الفتره ديال شي 4 شهور هكاك دازت وانايا ديك كنت خدمت واحد الخدمة قبل ما نفاق كنت مع واحد المصرانية كنجيري معها واحد الرياض كنجيري لها الرياض وداكشي كنبقى معايا معها مشكل كانت هي غتكري الرياض ديالها صافي. وانا جلست من هاديك الخدمة ودايما كنتمنى ان هاديك نرجع لهاديك الخدمة. هي وعدتني انني غنرجع شفت حلمة تيقول لي تيقول لي شي حلمه تي نورانيه ولا ماشي كيف تيقولوا لي راه ماشي هذه اللي غتنفعك راه كاين واحد السيد هو اللي غيوقف معاك حتى هو نصراني. يعني هاد الخدمه اللي كنتي فيها راه ما غتبقاش فيها وهادي اللي غتولي فيها. دازت شي 3 شهور ما طرا شي بديت وليت شويه توحشت ولادي وليت بهم هاي دراج اللي ديك الساعه كان كيجي عندي دايما. لا صافي قلت غنرجع قلت له غنرجع ولكن ما نسكنها حد غنكري وغنخدم بجوج. انا قادره نخدم انا دايما تنخدم مع راسي قادره نخدم غنخدمو. قال لي اوكي واخا هو في كان في واحد الحاجه تا هو الشك 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 بزاف 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 درس ما كان كاين حتى الميل في الليل تفيقني في الليل نوضي فيقي كنكون خدامة عيانة مفخصرة ديك الراحة ديال الليل هي اللي عندي خصنا نرتاح. نوضي قولي فين كنتي البارح قولي لا داك اللي كنتي معاه لا مشيتي معاه يا ودي ناس راه مكاين حتى شي حاجة إلا بغيتي أجي تبقى تديني وتشدني. العذاب الشديد تا هداك كان عقاب شديد ليا. واحد النهار فرفق الصباح تيقول لي شكون اللي جا عندك في الليل حليتي له الباب وبقيتي تهضري معاه. تنقول له يا ولد الناس ملي انت شفتيني انا نط وحليت الباب وهضرت معاه فين كنتي انت علاش بقيتي ناعس ديك الساعه نوض فايق كيجي الوسواس الوسواس المهم كان عندي تا مشكل في
لا هي كان عندي مشكل، ما عرفتش شنو كان المشكل. المهم كان حاول حاول حاول، ما عادش يكون مستقر، حاول يفورس عليا باش نقدر انايا معاه. كنحاول نقول لي ديتاي وخا ما مركزاش، ماشي ما فهمتش فهمتش ملي فورس عليا ولا جاتني المعاجي تم و ومن ثم ما عمري كان يعني ما عمرو كان الجماعة الجماعة عادي نورمال، ما كاينش ما كاينش ما كنقدرش انا اللي ما تنقدرش، يعني بحال داك جرح ماما ضرب دايما دايما في ديك الصباحات العام كامل، يعني عقوبة بالنسبة لي. بعد خطرات قد ولا تجيني عذاب في عذاب، وتنقولها له تنقول له واحد ستي ما تتكتر فيه الشهوة، تبغي تبغي يعني صعيبة علي، كانت صعيبة. بديت كنقول بدات توهم، كنقول مع راسي وانا خصني نلقى شي حل، لانه ما يمكنليش نعيش حياتي كامله هكا. وليت نقول لا خصني في دماغي نمسح من فقدت الجماع، ما نفكرش نفكر شي حاجه اخرى بعيده باش نقدر ندوز هذاك الوقت. فوالا هذا معاناة اللي طيب فهمت فهمت النقطة. الأحلام اللي كتجيك شنو هي؟ الأحلام اللي كتجيني ملي بديت كندير رقية، بدا كيجيني مأكول في المنام، الشوكولات في المجاري كيجي دوما المجرى، هذوك اللي مالين الكاميوات اللي كيخرجوا داكشي من المجرى بحال هكاك، وانا تيجبد لي الشوكولات، والشوكولات فيه النوار الحمار في داكشي، وتيعطي لي جيت وليت انا انا حيت بديت كانوا عادك السحارة المأكول وهذا. ملي صافي شنو الاحلام، احلام قلت لك تنحلم بعد خطرة تنحلم بحال تيوصلوا لاني بديت تنسمع الرقية، وقفات عليا وحدة قالت لي قطعتي لي ودنيا من هنا مشدوديني من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا بحال من هنا مقطع، قلت لي شوفي شنو درتي لي بعدي من هذا الشيء، وصافي بحال التهديد بعدي من هذا الشيء ولا ما تعيش يعجبك يعجبك الحال. حيت انا ملي عرفت الرقيه عرفت راسي مريضه، وليت كندير مينيمو 6 سوايع 8 سوايع بعد خطات 10 سوايع بعد خطات نهار كامل نوض ناكل ونرجع. واضح واضح. ودابا المشكله ولا ولادي هما اللي كيتضرروا. كيفاش كيتضرروا؟ بنتي عندها تشويه الجمل ذات لا بجوجو عندهم ولا تينوض لهم دابا، شنو هذاك الشيء كحل هنا العنق في العنق بجوجو. بنتي كان وصلت لواحد المرحله هي اللي خلاتني اصلا نعرف راسي مريضه، سطات ولات غادي عليا بالصدقه ولات باغيه ما عرفتش شنو دير، تعاطات لكل شيء كل شيء ادمان كل شيء كانت كمية وكل شيء كل شيء. شوف عمرها ديك الساعة باقا صغيرة، شحال دابا عمرها؟ دابا عندها 19 عام. وشحال باش تبلات شحال كان في عمرها؟ 13 عام. من 13 سنة كدير كل شيء، كارو حشيش إدمان كل شيء الكينات يا كل شيء ما عرفتش. تحت من يدي وداك البيت طلع ما خليت. المهم مشينا تجري مراها ما لقيت شي حد اللي غيوقف معايا، تبا تقول له ما وقفش داك البيت ما وقفش. المهم الحمد لله مشيت شديتها حبستها عند ديتها عند امي حبستها في المي
المهم بقى حقد عليا هي حقد، ولكن انا كنت كندير داكشي مصلحتها. سيتها مشينا قضيت شهر مشينا لفرنسا باش نبعد نبعد الماكسيموم، خا نمشي ديتها عند امي كامل كان ما تشيش ليا. مشينا ل ديتها لفرنسا، وفي فرنسا وما عرفتش منين جات حشيش ما وقعت. مشينا بلجيكا ما فهمتش. يعني انت بعدتيها لفرنسا ولقات الرفقه اللي جابها الحشيش، وفي بلجيكا عاوتاني اللي جابها. راسي فهمت راسي انا كتغيبش على عينيا قدامك كيجيها كيفاش؟ لا فهمت. كتقول لي خديت نتا ولا تبي خديت صوت بديت كتعالج. بدات كتعالج كتقول لي اصحابك زعما انت غادا تحيديني. دوزت علينا الصفرا دازت رايحين 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 في الوطيل هاتي داك لما دازت وداك لا هي وخوها على والو تقول له لا ما تخرجوش دابا لا ما تخرجوش. وانا مشيت حتى لا تور ايفل زعما نهبطو، كنت كنستنى في الطوموبيل وتقول لك انا ما هبطاش نجلسو هنا كيت ما نمشيوش نسوجو ولا ودابا العذاب الشديد ملي دوزت السيزيام كنت كنهضر معاها صافي يا ماما والله غدا نقرا كتجيني مع ثلاثة الصبح ماما شي حاجة كتخنقني ماما شي حاجة كتقتلني ماما كتبقى فايقة مكتنعش حتى السبعة الواحد حتى كتنعس عينيها تيبقاو محلولين المهم مدوزات المعاناة وباقا لدابا اليوم البارح بالليل وانا كنفيق تنوض فايقة حتى السبعة الصبح حد نعست يوميا دايما هيقة كل ماكلة ما كتاكلش الماكلة ديالها هي ميراندينا الشوكولات كحل الكوكا هذاك الشيء عندها ايس كحلة كل شيء شي حاجة اللي فيها كحولية ميراندينا زريعة كحلة انا تنقولها لا تقول لها هادشي راه ماشي نورمال كتقول يا ماما هادشي راه كزدتي فيه كل شيء غادي تبقي تتخرقي فيه كتبقي تزيدي فيه هذا حيت ملي كنتبع معاك يوميا داك الدروس اللي تاخذ وليت تنفهم كنقول هذا الشيء ماشي نورمال هذا قلت انت راك مريضه بزاف دابا انت مشيتي شي ولادك اه شي عندك انت عندي عندك قديم منذ الصغار وعندك اللي في الزواج اصهار زدت كمل في سميتو كمل في كنت بخير كمان كنت داك المعاناة وداك الشيء المهم كان عندي صحتي مزيان ملي تزوجت لي كليت الدقة بزاف كليت الدقة وأصحاب حيت أنا دابا هكا راه لاباس هادي عامين ما كنتش نقدر عايشة بالكينات وما كنشوفش اللي هضر معايا بلاتي لا مع أنني جيرونت كان زعما مسؤولة ديال واحد الريال اللي هو أوتيل خصني نكون ما كنشوفش صافي ماشي مشكل اللي بغي ياخذ ياخذ اللي بغي ياخذ الزيز اللي بغي يدير اللي بغى خلوني ما كنقدرش نهضر نهضر غير كيخرج لي واحد شي حاجه اللي بغى نذبح وبغى نقتل قوه واحد القوه لدرجة ان انا كنسد فمي دابا ما نهضرش ملي كان يغلط معايا شي واحد خصني نهضر حتى عارفه غير نخرج ما ضربت يديا ما ضربت يديا كنجي نهضر وخصني نجيو الدم باش نرتاح انت ضحية صراحة انت ضحية ولادك ضحية داكشي انا ماشي المشكل كنقول وهذا هو المشكل هذا هو المشكل ليه هي اللي كضر واخا بنتك عندها 19 دابا والاخرين حفظنا الاخر عنده دابا 16 عام عنده مشكلة هو يا ولا ديسلكسي الأطباء يقولوا بأنه عنده لا ديسلكسي وأنا عارفة أنه ما عندهش لا ديسلكسي لأنني أنا نفس الشيء من يسهم بغي نقرأ ما تنقدش نقرأ كان عندي المشكل ما كان بغي نقرأ في المدرسة ما كان نحفظش
ما تدخلش لي القرايه راه زدت دروس ايات الكرسي باش نحفظ خدات مني 8 شهور هي الكرسي خصني نشوف نقرا حيت الشياطين اللي عندك نقرا ونقرا 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 ووالو سورة البقرة دابا تقريبا راه عامين وانا تنقرا وما ما نقدرش نقول لك آية منها واضحة ما نقدرش كنسى والنسيان النسيان النسيان ما ما واحد سيدي تمدي بسم الله شو شوف راه تساهي تمدي تمدي اختي حيدي من بعضك كاينين ولادي نعم تاكل شي حاجه لا جيب شي اذا كان شي كيك وشي حاجه ماشي حاجه حاجه تكايس بسم الله كاينين ولادي معايا حتى فين جبتهم عند اختي بنتك معاك؟ لا 19 عام فوق لا ماشي هنايا يا انا قريبه هي لا تجي اذا كان تجي جيبها ماشي مشكل نجي ودخل نبداو حنا ونجي تدخل يعني. داكشي اللي غنقول لك ولا حسيت على هذا ما كاينش مشكل عادي قتيلة هي ما تتبغيش داكشي علاش ما بغيتش لا ماشي مشكل إلا جات الحمد لله رب كل شيء ها اللي قلت لكم قبل كتبت انت كتسكر وكتبتها عندك تعبان ملك عاشق المجال والنجاح السلاح انا كتبتها دابا المدجج هو هذا وحي الحاسد من الخدام ديالو وحي الحاسد هو هذا الشيء اللي قلت كتبتها اليوم في قبل مسقولة من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ شيخ شنو كان ترسمت لي لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وتابعين. البدن تسكنه جن وشياطين، قائلهم كبير جعل هذا الجسد يذوق العذاب منذ الصبا والصغر إلى يومنا هذا، وقد بلغت من العمر فوق 40، بمعنى جعل الحياة جحيم. منذ الصغر وهي ترتاح إلى رائحة القاذورات والمجار والنجاسات، ولم تكن تعلم كسائر الصبية والأطفال والصغار، تحسب أن الأمر عادي، وحتى عند الآباء والأمهات ربما إذا رأوا أبناءهم على هذه الطريقة ربما ينهرونهم أو حتى ربما يؤذبونهم بالضرب، بالزجر أو الضرب، لأنهم يظنوا هذا شيء مستقبح قذر فقط. فعلى الأبناء أن لا يلطخوا ثيابهم بالقاذورات والنجاسات، وأن لا يصلوا إلى أماكن المجار والنجاسات سواء في البيوت أو في الشوارع. هذا هو الأمر، هكذا تكون غالب الأحوال عند الآباء والأمهات. من سيتفطن من الآباء إذا رأى ابنه وابنته دائمة الذهاب أو دائم الذهاب إلى الحمام والمرحاض ويمكث فيه الوقت الطويل، أو يلطخ ثوبه وملابسه بالفضلات والنجاسات، أو أنه عندما يذهب في الشارع يرتاح إلى الروائح الكريهة، أو أنه يضع أنفه وخيشومه على موضع الصف الصحي في الشوارع فيشم تلك الرائحة التي لا يتلذذ بها وتنشرح صدره لها. من يظن أن هذا يكون من الأباث والجن والشياطين؟ لا أحد. الناس تقول أن هذا ممربيش، ستقول أنه ممربيش، ولدوه الوالدينك ولدوك يخلوه زقة ربي، لم يجبن يحرصوه، هكذا سيكون. حتى وإن كان البيت أنيقا نظيفا جميلا، والأب والأم يحرصان على أن تكون التربية عند الأبناء تربية سليمة طيبة، ويحرصان كل حرص على اللباس الأنيق والنظيف والجميل، لكن الأنساب لا ترحم، وحتى الآباء جهلهم لا يرحم حينما يغيب عنهم هذا الفهم، فيصبح الأبناء يعني في معقل الشياطين ومرتع الجن والشياطين، وبالتالي ترتاح الجن وتزداد قوة حينما لا نفقه سلاحها وسرها واتصالها للأسف الشديد. وهذه نقطة غاية في الأهمية، وجب أن تبين وأن تعلم، لأن كثير من الأجيال الآن بعدما قضوا نحبا وعمرا، يعني بعدما عمروا 40 سنة 50 سنة 30 سنة، يكتشفون أن الآن بعد المطالعة والمشاهدة والمتابعة لعالم الرقية والدروس، الآن بدأوا يفهموا أن الجن تسكن المجاري والقاذورات والمراحيض والكنف، وتسكن كذلك كل مكان فيه نجاسات. الآن بدأوا يفهموا أن تلك الروائح ليست عادية التي كانوا يستنشقونها وتطيب نفوسهم لها، وهذا يضاف إلى من يشم كذلك الأمور الأخرى التي لها علاقة بالأمور النتنة كالبخورات العفنة والنتنة أيضا. إذن هذا أمر لا بد أن يبين للناس له من الأعراض أيضا، التي في الغالب تكون في الصبا والصغر، فهي كانت من الأطفال والصغار الذين يشمون هذه الرائحة، بل وبدأت تجلى عليها حتى في المنامات. ترى العمال النظافة، رجال التنظيف والنظافة الذين يحرصون على تنظيف المجاري، تراهم يكنسون وينظفون ويمسحون تلك النجاسات في الملام، ويخرجون لها في الملام منها أنواع الشوكولاتة الحمراء والصفراء والخضراء وهكذا، وأنها تتلذذ بطعمها ومذاقها وتأكلها. حينما قلت والآن تلتفظ كلها حينما قلت تلذذ بطعم الشوكولاتة النجسة،
حينما قلت وكأنك رأيت الصخرة الكهربائية الآن، مجرد ذكر هذا الكلام جعلها تنتفض انتفاضة كاملة من الأعلى إلى أسفل. وهنا يتبين أن في البدن من هو عاشق للنجاسات والفضلات والقاذورات فهو يستقيم بها ويأكل ويتلذذ بها، ولا بد أن تعلم أن ما تراه في المنام يكون حقيقة عينة. فحينما أراد أن يأكل الفضلات والنجاسات والقاذورات حقيقة شكلها لعلش الشكلطة حتى أكله في المنام. السؤال لماذا لم يأكله في المنام ويجليه؟ لا، لكن حينما أنت تطعمه وتأكله ويطعمه حقيقة وتقوى به ويقول لي نعم الآن، فلابد أن تكون حريصا على هذا الفعل وعلى هذا الأمر. الجن والشياطين خاصة بس من جسم قدرتها أسرار، فهي تقوى ما تأكله أنت من الفضلات والنجاسات. ولا يمكن أنك في كامل وعيك أنك تأكل فضلات والنجاسات لكن تجعلك في المنام، تجعلك في المنام حتى تزينها تعطيها في قالب جميل وهو الشوكولاتة السوداء. كما قالت أن ابنتها الآن تحبذ وتأكل كل شيء أسود، ها؟ كل شيء تأكله لابد أن يكون لونه أسود. الآن يقول نعم، هذا الشيطان يقول نعم، فقد أصبح عاشقا حتى لابنتها، وسيتبين هذا بإذن الله جل وعلا. الآن وصاعد الآن. طيب، المعاناة عظيمة جدا. أنا أصدق الآن حتى نبقى ونفهم وحتى الجن يفهم ويفقه أيضا، وحتى نقف على وقفات وثغرات بفضل تعالى، هي تبين لنا نوع الإصابة العميقة عند هذه الأمة، عند هذه المرأة، عند هذه السيدة التي عذبت سنين طويلة. صراحة العذاب كان عليها من كل جهة. كانت حينما تنام وهي صبية صغيرة، كانت تستيقظ صباحا تجد ملابسها ليس على جلدها وليس على على بدنها عارية. وهذا يقع على كثير من الأبناء في المنام، بل والله حتى الرجال والنساء يقع هذا كثيرا. تنام طيب بالعقل، كيف لك أن تنام ثم من يجردك من ثيابك في نومك؟ أمر شاق صعب لا يمكن أن يكون بالسهل. الناس تنام تستيقظ تجد ثيابها ليس على جلدها وعلى ظهرها وعلى جسدها، خاص مكان العورة، وقد يكون في كل جسم. هكذا كانت هي تنام، حتى السروال كان ينزع، من ينزع سروالها في منامها وهي صبية صغيرة؟ أضف هذا إلى القاذورات والنجاسات، سيحيلك على أن ثمة نوع خبيث قوي وعاشق ويتعلق بالعورة وبالسوأة، يريد أن يطالعها، يريد أن يراها، أن يشمها، أن يتلذذ بها، أن يتقوى في مكانها. وحينما أقول هذا اضطراب نبض من جهة السرة والرحيم، فذاك موضعه وذاك مكانه. نعم يقول نعم، ذاك موضعي وذاك مكاني. يقول نعم، ذاك موضعي وذاك مكاني. فاسمع، أنا أسف وقدر الله ما شاء فعل أن هذه الإصابة هي معها منذ الصبا تعذبت 43 سنة من عمرها، ذهبت وطلقت، وكان الزواج جحيم وعذاب. والسر يكمن عند عاشق ضال مضل، عاشق ضال مضل، صح أم لا؟ يبكي الآن ويئن يقول نعم، أو من معه يبكون ويئنون يقول نعم. المشكل يكمن عند ساحر عاشق ثعبان مجاري نجاسات والهان، سكنها منذ الصبا والصغر فجعل حياتها مجرد فقط سراب وأوهام، ما تلعبت بشيء حقيقي بين يديها، مع أن تكد وتجتهد في عملها وشغلها، وسنجد وقفات هنا منذ صباها وصغرها. يقول نعم كدت وجدت يعني كتشتغل، ولكن مع ذلك العذاب. فيتبين ماذا جعل في ابنتها التي في عمرها الآن 19 سنة، منذ كان عمرها 13 سنة بدأت تعطى كل أنواع المخدرات والإدمان. صعب جدا، حتى في أوروبا ذهبت بها إلى أوروبا حتى تبعد عن الرفقة السيئة وعن الإدمان، تجد أن المخدرات تصل إليها، من يأتيها المخدرات؟ إذن بين هذا وهذا نبقى خطوة خطوة حتى نفهم أن هذه المرأة عذبت عذابا أليما شديدا. ويقول نعم، يقررون ويعترفون أنها قد عذبت. نعم، حينما كان صبية صغيرة تأكل الرمل، حينما أقول لكم يجد في أبنائكم شيء غير عادي فلا بد أن تتفطنوا أن تم تسر في البدن. هناك من في صباة حتى في الكبر، هناك من يأكل، كل واحد شوف يعني ماذا يزين ويحبب له على نوع الجن والشيطان المتعلقة بالبدن. وبعض من الناس تضرب أبنائها، كف عن هذا، ما هذه العادة القبيحة؟ من رباك هذا؟ أين تعلمت هذا؟ من رأيته يفصع هذا؟ ومع أن هذا يحيله من الجن، وهذا تلذذ بالجن والشياطين، أو يأخذون على طب نفسي للأسف الشديد. هذا من المصائب،
يعني لابد ان تجمع الاعراض حتى تعطيك هل هو مرض نفسي ام انه اتصال بعالم الجن العالم الغيبي الذي اقتحم البطن والرحم والعقل والفهم، هو من بدني ام بدني امي اصلا موروث كذلك. حينما كانت صغيره كانت تاكل الرمل، فهل من العاده ان ناكل الرمل؟ ابدا، التراب، الرمل، الطين، هناك بياكل الفحم، اشياء كثيره. وقالت انها كانت تنام في مكان فتجد نفسها انها في مكان اخر يتغير المكان. يقول لي نعم كان يغير مكانها، بل هناك من يستيقظ ويذهب وهو نائم. نائم. نعم، وهذا وجدناه كثيرا مع كثير من الحالات. اذا كانت ينزع الثياب ويتغير مكان نومها تاكل الرمل. قالت كذلك انها تعلقت بحريق، احرق نصفها السفلي كاملا في الحمام، بقيت على آلام مدة 4 شهور. انظروا الشق السفلي، اسمع جي، الانتقام، التملك. ولا بد أن نفهم أمرا وهي صغيرة. فيقول قائل لماذا هو عاشق ويعذب مكان الذي يعشقه؟ العشق الذي عندنا في عالمنا يختلف عن عشقهم في عالمهم. أنت ربما تعشق الجمال الجلي الظاهر الكامل، لكن هو قد يكتفي بالجمال الخفي الباطن. يقول لي نعم، هذا فرق كبير جدا، مع أن هناك كثير من العشاق عند الجن يحبون الجلية والخفي ويحفظون الجلية والخفي، وهناك من يشعل يشن حركة الظاهر ويحتفظ بالباطن حتى وإن كانت في شلل يحبها ويعشقها، حتى وإن صلى الرحم يعشقها ويحبها، حتى وإن شوه الجمال لكن يعشق ما كان بداخلها ويرى ويحفظ ما بداخلها. وهذا كذلك أمر لا بد أن يفرق فيه، بارك الله فيكم. عملت 4 عمليات جراحة، 4 عمليات جراحية في أماكن في بدنها، كما رأيت أن هناك صور أي خدش وندبات على جلدها يصنعها. كان هناك سقوط مفاجئ مما جعل تشويها على مستوى النحر، هناك أنها مذبوحة كأنها ذبحت. فقالت أن لا بد أن ترى الدم الذي عندها مع النجاسات والمجاري، لا بد أنها ترى الدماء، لا بد أنها ترى تشم دما وترى دما. قال نعم، لا بد أن تشم دما أو ترى دما. قالت أثناء الدراسة بدأ النظر يضعف بشكل قوي وغريب جدا، حتى كانت تؤذى من الأساتذة لأنهم لا يعرفون نوع العلة والإصابة، يظن أنها لا تريد أن تكون متفوقة في دراستها، مما جعل كذلك عندها مشاكل في الحفظ والتركيز، وهذا مشكل كبير جدا، فجعل لها ضعف النظر وتشويه الجمال في العينين، صح أم لا؟ أي ضعف النظر جعله في بصره. كانت دائما تشتكي من معاناة مع الأم، وهذا كثير من حينما تكون المربية أو يكون سيح الموروث، تكون هناك القسوة من الأم، الأم تصبح غليظة قاسية غير حنونة مع ابنتها، فتولد الجن عند الأم غلظة وفظاظة وقسوة وعناد وسوء في المعاملة والضرب، لأنها تريد أن تكون هي من تضمها وتحضنها وتشمها وترعاها. أي هناك أسرار متلازمة ما بين الجن وبين الأم، أو بين الجن وبين الإبن وبين الأم والإبنة، وهذا يكون للمربية، يكون هذا يكون للمربية، يعني هذا يكون للمربية. شكرا. أعطيها سيدي فيزا. وهذا يكون للمربية. طيب، ترى، وهذا يؤكده الرؤية التي تراها، أنها ترى امرأة أخرى تناديها باسمها باسم أمي في المنام. أي هذه الأمة تنادي امرأة في المنام أمي، وليست على صوت والدتها، بمعنى أنها أم أخرى. قالت نعم، الأم المربية موجودة في البدن، بمعنى أنها تقول لها أنت والدتي، أنت ابنتي، فيتبادلان الحب والعطف والحنان والنداء والمنادى، صح؟ قالت نعم. فتأتيها في المنام، هذه في المنام تناديها أمي وهي ترعاها كابنتها، صح؟ قالت نعم. وفي اليقظة تجعل الأم تقسو على الابنة، ولا تكون الرحمة ويكون الجفاء بين الأم الحقيقية والابنة الحقيقية، حتى تحظى الأم الجنية بعاطفة الابنة
الإنسية، صح أم لا؟ قالت نعم. وهذا يحيلك على أن ثمة شيء قديم يكون موروث ويكون على الأم وعلى الأب وعلى الإخوة والأخوات في البيت، ثم على النسل والسلالة، ويتشعب في فروع الحياة. ولهذا حياتها كانت غصة وجحيم، فاجتمعت عليها الموروث، واجتمع عليها العاشق منذ الصغر، واجتمعت عليها المربية والعين والحسد والأصحاب في خطبة والزواج، القلة والذلة والمهانة وكل شيء. وسوف يتبين هذا بنطقهم واعترافهم وترتيب الأولويات في العلاج بإذن الله عز وجل. بل حتى تبقى في الهم والغم والضيق والنكد والسقم والضعف والذيبة والهوان، آذوا حتى فلدتك بها الأبناء والبنات، ما عاشته ما عاشت معاناة شبابها، ثم عاشت بحرمان والمعاناة في زواجها 10 سنة، ثم الطلاق، ثم الآن تعيش معاناة مضاعفة في بدنها وفي أبنائها وبناتها، صح أم لا؟ هذا لتكون هذه الأمة في الذلة. نعم. قالت الزوج لما تزوجت في عمر 16 سنة بدأت المعاناة من شكل آخر. المعاناة بدأت تتعاظم وتتفاقم، حاولت بداية قبل زواجها أن تخرج من البيت لتبحث عن العمل، بداية في سن 16 سنة تبحث عن العمل، أن تجد وتجتهد من أجل كسب القوت المال. فذهبت عند أخت لها فبدأت ترى الذلة والمهانة، فضربت بسبب أحوال أسرية عند عائلة الزوج في البيت. ثم ذهبت إلى أخت أخرى فكان نفس المصير، الطرد من البيت. قالت أنها تسكن في غرفة واحدة مع الجيران وتبحث لها عن عمل. هنا بدأت المشاكل تأتي عليها اتباعا، فقررت حينما تقدم لخدمتها رجل أنا كما يقول غلبة السلفسة وأنا التزوج بإذن الله جل وعلا. فالعاشق يبكي، لماذا حتى يبكي الآن حتى بعدما أن تزوج 16 سنة وطلقت المطلقة سنوات أن واهتز وبكى، لأن لازم غصة الزواج لمن تزوجت، صح أم لا؟ اسمع جيدا، لازم غصة الزواج، ما ليس ندما إنما لماذا تفلت الأمر بين يدي حتى وإن كان في زواجها جعله جحيم، فلماذا أصلا لم أوفق وتزوجت وأنجبت؟ اسمع جيدا، فتزوجت لكن هنا بدأت قصة معاناة مع سحر جديد. أخذت أخت الزوج بيضة وضعتها وفقصتها، ضربتها على رأسها، كسرتها على الرأس، ثم أخذتها ووضعتها تحت قدمها، أي قدم أخت الزوج، وداست عليها، وضعتها بقدمها، عفت عليها، ولها تحريم تفسير عظيم جدا. من ذاك الوقت وهي في الذلة في البيت مع هذه السيدة حتى الطلاق، حتى تم الطلاق، 17 سنة معاناة الحرمان، البيضة كسرتها وضعت تحت قدمها، والأمر معلوم. فكانت دائما كأنها كاسدة فاسدة لا قيمة لها، وليس لها مكان علوي بل سفلي تحت قدمها، والذلة والمهانة والقلة والاحتقار والازدراء والضعف والهوان ومحق المال والجمال، يقول لي نعم هذا مكان. طيب، دائما أصبحت بعد الساعة السادسة يضيق صبرها، أي وقت الغروب بعد العصر دائما يضيق الصبر بشكل قوي جدا، لدرجة أن المعاناة ضاعفت وبدأت وكثرت مع تصرف أخت الزوج، مما تولد عندها الرغبة في الانتحار أنها تقتل نفسها وتموت. قالت 16 سنة زواج لم تنعم في عام من أعوام هذا الزواج بعيد أو حجبي، من عندها لهم علاقة بالتب والذبح، دائما عيد الأضحى يكون فيه مشاكل، 17 سنة لم تنعم في عيد واحد باللحمة والرحمة
وجمعي وتوحيد الصف والكلمة أبدا. فكانت هناك العزلة دائما، العزلة دائما، والضيق دائما، والاكتئاب الحاد، ومحاولات الانتحار. وأصبحت تستفرغ مادة سوداء، مواد سوداء خطيرة رأيتها، يعني مواد سوداء كأنها الكبد، يعني تستفرغ مواد سوداء. من أين جاءت؟ هذا سحر إنسي أو أصحاب الجن والشياطين الصحة داخل البدن، وسيبين هذه إن شاء الله تعالى. حينما جاءها الاكتئاب الحاد أخذت إلى المستشفى وأعطوها حقنة، مما جعل تستطيع الحركة لوقت طويل جدا. ودائما أقول هذه نقطة مهمة، حينما يكون لك الجن والشياطين الأقوياء أصحاب الطاقة القوية في البدن وتأخذ حقنة، ويقع كثير من الناس يقعون هذا، تأتيك مثل تشنجات أو مثل تخدير تام في البدن أو هيجان. هذا يقع عند كثير من الناس، حتى الأطباء يصبحوا في حيرة من هذا. وهي قالتها أن من في البدن، أنا أقول من في البدن له قوة، لأن قالت حينما أستفز أو أرى شيء عجيب أشعر كأن في داخلي قوة. وهذه حقيقة، إن الثعابين والملوك النجاسات والذبح والدم تكون لهم قوة إضافة إلى السحر. طيب، هي كما قلنا في المنام ترى الشوكولاتة في المجاري تأكلها. طيب، ابنته تعلم تشويه الجمال، والابن كذلك بعلم التركيز والتوفيق. وبينا أن الابن قد عانت من 13 سنة إلى 16 سنة الآن تعالم أخذها، ونحن نعلم شياطين الأبانسة النجاسات ماذا يصنعون بالأخلاق وبالدين وبالجمال. لا يقومون في المؤمن إلا ويذمه، يتسببون في الإدمان، في الفساد، شوي الجمال، في الحوادث، في الأمراض، في محق المال، في الذلة، لأن لهم وعود وعهود على هذا الأمر. لابد أن يبين هذا، أبارس في الذبح والدم والمجاري والنجاسات والقاذورات، خاصة إذا كانوا كذلك لهم اتصال بالسلالة والزورية والموروث والقديم. فأصحاب الدم لهم اتصال عظيم جدا بالذبح والدم، الجراحة دم، الحوادث دم، صح أم لا؟ الجراحة دم، والحوادث دم، الحيض دم، النفاس دم، الجرح دم، الذبح لغير الله دم. وهذا يخويه كثيرا، بل ويجعلون حتى في الأبناء تعاطي لما به يشوه جمالهم. لا بد أن يرتطم مع جدار، أن يسقط في مكان ما، يصبح لأتفه الأسباب، لا بد أن يرى قطرة الدم ويشوه به الجمال. لكن من جئت تفرح بهذا؟ يقول نعم. إذا الأمور واضحة، واضحة بفضل الله جل وعلا. اسمع جيدا، حمو باشا، حمو ميمون، يهود، مسون، نصارى، كلكم جميعا حيات، حاسدات، مربيات، عاشقات بإذن لداء الجميع. هذه المرأة صندوق أسود أسرار منذ الصبا والصغار إلى الآن، وهي تألم وتعذب حياة جحيم في صباها، ثم في زواجها، ثم في طلاقها، ثم في أبنائها، الآن يصبح رجال. إذا نعلم السر. طيب، ما يأتيهم من ذكر.
اجتمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون الحمد لله رب العالمين. بسم الله نبدأ إن شاء الله تعالى وأسمع بإذن الله جل وعلا كبير جاء إليها منذ صبا عاشقا مطيبا ولهانا ثم كان على دخلتها مما جعل النزيف فهو منذ صبا عاشق للدم محب للدم متعلق بالدم فقالت أنت غاية في الأهمية وجب أن تبين قالت بالضبط لما صدقتكم هو نقطة مهمة تبين العشق مع الدم هي نقطة قوية جدا قالت في الدخلة تسبب في أمر هي مقاتل قد حصل لي حصل أمر عظيم مما جعل النزيف نزيفا يكون أثناء الدخلة ترتب عن هذا النزيف على مدى 17 سنة من الزواج آلام لم يسمع طب ولا علاج ولا دواء يعني آلام اسمع الذكاء ذكاء الأباليس والشياطين الذي يصعب على الطب فهمه جعل النزيف فقد يقول قائل عادي قد يقع يقع في الدخلة يقع في الولادة يقع في جرح يقع في شيء كثيرة قد يقع طبيا ممكن أمر عادي لكن هو جاء به لغاية في نفسه هو أن يرى الدم كالعجل وكالذبح وكالطير ويتقوى به لأن ذاك موضعه أصلا فكيف يأتي رجل غريب إلى موضعه وإلى مكانه وعشه يقول ولن أن يجيبني نعم وبالتالي حينما اقتحم موضعه انتقم فانتقم بالنزيف طيب هل انتهى النزيف وتاكل شيء؟ لا بدأت المعاناة مسلسلة 17 سنة فكلما كان الجماع كانت الآلام عظيمة جدا على مدار 17 سنة حتى طلقت نعم حتى طلقت يعني رفع راية التحدي ولم يضعها حتى انتصر وبالتالي هو السبب في كل ما جرى بعشقه إذن هذه المرأة مظلومة أم لا؟ زوجها مظلوم أم لا؟ الكل ظلم عظيم حتى قالت كلمة إذا كان زوجي في الجماع لا بد أني أغيب ذهني وفكري حتى لا أشعر بالآلام انظر إلى مصيبة أي بما حتى لا تكون مع الزوج روحيا ونفسيا وقلبيا وهذا أمر مقصود من الشيطان ومن العاشق أمر مقصود فإذا كنت حاضر بفكرك وبإحساسك تكون الآلام صح أم لا؟ قال نعم وهذا ما لا يريده لا يريد أن تكون مع زوجها وبالتالي فكل الحياة التي استمرت 17 سنة كانت فقط صبر كانت مجاملة وصبر ويشكك الزوج في زوجته لهذا يقرها من النوم يقول لها ماذا صنعت أين كنت من هل التقيت هل تكلمت هل تحدثت يشكك الزوج يجعل يزرع فيه الشك والوسواس والأوهام يجعل يعيش طيل اليوم في العذاب زوجته صنعت فعلت خرجت دخلت تكلمت تحدثت اتصلت فيعيش الزوج في رعب وفي الليل يعيش في رعب وفي الجماع يجعل له القوة ويجعل له الشهوة ويجعل له الآلام وبالتالي حتى تنفر من الزواج قل طلاق 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 خلاص هو صار انظر الحرب الخفية
يعني لا يجعلك مشكل أو كذا. لا لا، ليس كل الجن يجعل المشاكل. يقنعك بالأمر بشكل حبي عادي، ويصل إلى غايته إلى المرمى، يعرف كيف يقتنص الفرص والأهداف. مفهوم؟ هذا الذي بين أيدينا الآن عاشق متيم ساحر نجاسات والدم، الذبح والدم، القاذورة والدم. والله جل وعلا قال: حرمت عليكم الميتة والدم. الله سبحانه وتعالى حرم على الأمة وحرم على الرجال الحي والدم، سبحان الله. لكن الشياطين تحب هذا، الشياطين تفضل هذا، الشياطين تتلذذ بهذا. عذبتها وآذيتها في البطن والمبايض والرحم، آذيتم هذه المرأة المنصبة والصغار. فأسأل الله الحي القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل بعطاء ترفعه الظلم عنها وعن أبنائها وبناتها وعن صحتها وجمالها وعافيتها وعن نظرها وبصرها وعقلها وصبرها ومبيتها ورحمها وعن عملها ومالها وطاعتها وعبادتها وعن قبولها بأنكم سوّتم كل شيء، صح أم لا؟ فأسأل الله تعالى أن ترفع عنها الأسحار والقيود والسلاسل والقيود، وأن تكون بإذن الله طيبة مباركة صالحة تقية نقية مباركة، وأن تكون من أهل القبلة والتوحيد والخير. فإن الله خلق الجن لعبادته وطاعته، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهنيئا لمن شمر الآن كي يكون من عباد الله، من العتقاء، من الطلقاء. هيا إلى الله عز وجل. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله، وسبحان الله بكرة وأصيلا. والله لا يحب الفساد،
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ويسألونك عن المحيض قل هو أذى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين بسم الله تحل العقد على من آمنوا Pela 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 Pela
Dum 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 d
بحريه جدل بحريه جدل بحريه تقوى وجدل بحريه 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 في حريه ظهر في حريه في حريه بحريه بحريه سحر جدل بحريه 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 بدونها 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 مصر دمها مصر دمها جدل دمها مصر دمها سحر بدونها 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 في حريه في حريه في حريه في حريه في حريه في حريه بدل 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 شيطان دم شيطان دم شيطان دم شيطان دم بدل 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 ما
حتى إذا
ألقي أولابا فقتلت. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، 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 لقد جئت شيئا نكرا. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فلم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق، بشرناك بالحق. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ قال ومن يقنط، قال ومن يقنط من رحمة ربه ورزقكم من الطيبات؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ وبنعمة الله هم يكفرون، وبنعمة الله هم يكفرون، وبنعمة الله، وبنعمة الله هم يكفرون، وبنعمة بسم الله
يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ فإذ لك بالحياة أن تقول لا.
الساحر لا مساس إلى الثعبان لا مساس إلى الحياة لا مساس إلى الصحراء لا مساس إلى الأبانستان لا مساس إلى المربية لا مساس في البدن لا مساس في الجمال لا مساس في الصدر لا مساس في البطن والرحم لا مساس وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وتأسرون فريقا بسم الله تحل الغد على المؤمنين والمؤمنات يفك العجز والسجن والحبس والحديد المؤمنين والمؤمنات مقاتل مدجج فما مدجج مقاتل مدجج فما مدجج ثعبان المدجج اسمعه المدجج تحيط به القوه والجلود والحديد وكذلك انواع النيشين والذهب والتيجان ولهذا تملك بقوه عالم الغريب ثعبان المدجج بعيد المدجج فاسمع واعلم اني لك ناصح وعليك مشفق مدجج سنسمع المدجج ما يناسبه باذن المولى الكريم جل وعلا اسمع مني اسمع مني اني لك ناصح وعليك مشفق ارجو لك الخير عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم عدما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين فما أتى إلى قول الله جل وعلا زبر الحديد انتفض هذا مدجج بحديد لأن الآن ألقي خاصة تكون خاصة به مفهوم؟ يا شيخ نعم كنت درت واحد رقية عند ونعيم كنت سمع أنا كندير رقية كنت سمع شي واحد كيدير بالعكاز ديالو الصولة جيد اسمها جيد هي كتسمع أن أثناء الرقية كان أحد يضرب بعصا وبحديد وهذا ليس هذه قبضة حديد يعني حاكم نعم العكاز نعم هذه الصولة جيد يقول يعني يضرب بقلب بحكم حديد يعني كأنه عنده جن عدو يأمر النثير لابد يكون نعم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد
بغناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى فجعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن
استظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فمن صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب. باطنه فيه رحمة وظاهره
طيب اسمع جيدا. كل ما في بدن بإذن الله جل وعلا علم بفضل الله تعالى أن الله عز وجل حق وأنه يجلي الحق سبحانه جل في علاه، فلا ند له ولا شريك له. وكلكم تنتظرون في رأسها وصدرها في ذيها وفي جسدها، فالذي جلاكم هو الله سبحانه جل في علاه، لا ند ولا شريك له. اختبأتم داخل هذا البدن سنين وتواريتم داخله سنين، مفهوم؟ اختبأتم داخل هذا البدن سنين وتواريتم داخله سنين، والله سبحانه جل في علاه جلاكم وأظهركم سبحانه. فرسالتي الأولى إلى المدجج الذي يلبس لباسا حديديا قويا يتستر به حتى لا يصاب بأذى أو بسوء، حتى يكون في قومه عظيما وفي جنده عظيما، حتى يكون في بيته وفي قبلته وفي جحره وحصنه قويا عظيما. اسمعها مني، فإن الله سبحانه جل في علاه ينزع عنك الثوب ولباس الحديد فترى لمن هم على فئة الإسلام وقوة ونور الإيمان ضعيفا ذليلا، وهذه سنوجه لك. أنت من حرمها في الصبح وحرمها في الشباب وحرمها في الزواج وفي الإنجاب وحرمها الآن في الكبار عذبت بسببك عذابا كبيرا. لون يشير نارا واحمرارا توهجا وغليانا وسواد عليك وحديد عليك وصولجان بين يديك وتاج على هامتك وقامتك فوق رأسك، والجند تحيط بك تسجن هنا وتحبس أنفاسا هنا وتأمر هنا وتقطع هنا وتدمر هنا وتقتل هنا. فاسمع، الله جل وعلا حرم الظلم وعلى ذاته ونفسه سبحانه وتعالى وجعل بينه محرم، فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. تسمعوا لله، حينما يكون المحارب الذي بين يديك يلبس كل أنواع ويأخذ كل أسباب المنجية والمنقذة حتى لا يتأذى أي داخل المعركة وإلى حرب، لكن نحن لا نعلم هذا للأسف الشديد. للأسف نحن لا نفقه هذا جميلا، للأسف نحن لا نفقه هذا جميلا، ويحاربنا بما أوتي من قوة ونحن لا نعلم هذا صح. فلهذا أنا الآن أنصح طاعة الله عز وجل أن تكون قويا في الحق والخير. هذا هو إذا أردت أن تعرف يكون دجج هكذا. والصولجان هذا هو الصولجان، هذا هو الصولجان الذي تسمع صوته، يكون في اليد يصدر صوته، وهو الذي يحمله هنا يعد صولجانا، يعد صولجانا. طيب، وهو ليس يظهر مدججا الذي على الصورة، يظهر مدججا يلبس الحديد من الأمور فقط تقريبية حتى يفهم الناس ما يقع في البدن. سبحان الله، هكذا. ولهذا هو يحارب الجسد، يحارب الروح والنفس والبدن سنين طويلة ولا يتجلى، فقط تسمع ذاك الصوت. الآن نراه يهتز في الرأس مرات، في الصدر، في الأنفاس، في المسلمة كانت تحرر الأمور الجلية الظاهرة. إذن تكون جلسة بإذن مع التعذيب مطولة بإذن مولا جل وعلا، وقد تضحت الأمور مع البرنامج بإذن الله واضحة ومعلومة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصرنا على كل ظالم وظالمة وساحر وساحر وحاسد وحاسدة. نسأل الله تعالى أن ينصرنا على كل
من أراد بنا الأذى والمسلمين والمسلمات والمؤمنات وإذا بخضوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.